حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على مؤازرة أحمد الشناوي وحارس الزمالك والمنتخب الوطني بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وحيث نشر محمد صلاح نجم المنتخب ونادي ليفربول الإنجليزي صورة للحارس وتمنى له العودة بشكل أفضل، وكذلك شريف إكرامي حارس الأهلي والذي طلب الشناوي بالصبر على الابتلاء، وكذلك أحمد حجازي في المنتخب الذي طمأنه بأنها لن تكون المرة الأخيرة للفراعنة في المونديال. أما محمود فايز مدرب المنتخب فقال أيضا أن الشناوي سيكون مع الفراعنة بقوته وعزيمته. وفي تغريدتين أكد الشناوي أن إصابته هو قضاء وقدر وتمنى التوفيق للزمالك والمنتخب الوطني فيما هو قادم. حرص الجهاز الفني المنتخب الأول على الاتصال بأحمد الشناوي حارس الزمالك للاطمئنان عليه والشد من أزره بعد تأكد إصابته، وقال أحمد ناجي مدرب حراس الفراعنة عبر حسابه على فيسبوك أن الشناوي موهبة كبيرة وأن جهاز المنتخب الفني والإداري والطبي في غاية الحزن على إصابته، مؤكدا أن عزاؤه الوحيد أن حارس الزمالك لا يزال يملك الفرصة للعب بكأس العالم المقبل والذي سيليه لأن عمره يسمح بذلك، متمنيا له الشفاء والعودة بمنتهى القوة بعد الإصابة.